السلام عليكم. لقد تبين من الحلقات السابقة أن جيش المهدي الذي سيقوم بسلسلة الغزوات الكبرى سيكون عموده الفقري من مجاهدي المغرب الكبير، وأن فتوحات الطائفة المنصورة ستنطلق من الشام على تخوم المكان الذي التقى فيه رسول الله بالمغاربة الذين عليهم ثياب الصوف وبشرهم بذلك، وأن الشام ستشهد عملية استبدال كبيرة في السكان، وسيكون الاستبدال تدريجي وعلى مراحل. ومن أحد مظاهره أن أعدادا كبيرة من خيار أهل الأرض ستأتي الشام في هجرة بعد هجرة، ومن بينهم المغاربة، بينما ستتحرر أجزاء كبيرة من الأرض الشامية وتتخلص من الكثير من أشرارها. وعرفنا كذلك أن المغاربة القادمون للشام سيأتي قسم كبير منهم مع الراية الصفر بعد أن يعم الهرج في المغرب الذي نخر فيه الفساد حتى العظم وكثر فيه الخبث، وسيقتتلون مع الراية السود في موقعتين. وعرفنا كذلك أن هناك أحاديث ضعيفة أوردها القرطبي وبعض علماء الأندلس تقول أن المهدي سيظهر من المغرب الأقصى أولا. بقي أن نعرف الآن مصداقية تلك الروايات، وهل هي تتعارض مع الأحاديث المتواترة الأخرى عند أهل السنة والجماعة التي توحي أن المهدي سيأتي من المشرق، وتقوم الراية السود القادمة من خراسان أفغانستان بالتمهيد له؟ وما هي الراية الصفر التي تقول الأحاديث التي ذكرها القرطبي أن المهدي سيخرج منها؟ هل هي راية خير أم راية شر؟ رغم ضعف معظم الأحاديث التي جاءت على ذكر الراية الصفر، لكن تعدد رواتها في كتب الحديث وكثرتها يؤكد أن هناك أساسا ما لتلك الروايات، وأن ثمة رايات صفراء ما قد تأتي من المغرب وتجتاح المشرق وتقتتل مع الرايات السوداء وتكون أحد أسباب وصول المغاربة للشام. هذا بشكل عام يمكن قبوله، وليس فيه تعارض مع الأحاديث الصحيحة، وإنما يكمل الصورة ويفسر لماذا المغاربة سيكونون بأعداد كبيرة في المشرق قبل مبايعة المهدي في مكة. أما التفاصيل الأخرى والحشو الذي تفوح منه النبرة الشعبية فهي أمور تحتاج إلى تدقيق كي توضع بحجمها الحقيقي، فإن لم تتعارض مع ما تم إثباته أو ترجيحه عندئذ يمكن الاستئناس بها كمجرد رتوش بسيطة للصورة الكبيرة التي رسمت ملامحها الرئيسية الأحاديث المتفق عليها، وإن تعارضت فإنه ينبغي تجاهلها كي لا تشوه لنا معالم الصورة. لذلك سنتحدث هنا بشكل عام، ولن نخوض الآن ببقية التفاصيل والجزئيات كالأخنس والأبقع والسفياني والرجل المغربي الأعرج الكندي ومكان الخروج. لابد من اتباع منهجية النظرة الشاملة كي نفهم هذه التفاصيل، وكي نفهم أيضا نظرية تأثير الفراشة في تطور الأحداث، أي العلاقة بين السبب البسيط والنتيجة العظيمة، وكيف يمكن إذا توفرت العوامل الموضوعية لرفيف أجنحة فراشة صغيرة في المشرق أن تسبب عواصفا وأعاصير وهرجا في المغرب. السياق التاريخي سيوضح لنا ما هو الحدث البسيط الذي ستولد تداعياته سلسلة متتابعة من النتائج والتطورات المتتالية، والتي يفوق حجمها بأشواط بعيدة حجم حدث البداية، وبطريقة قد لا يتوقعها أحد، وفي أماكن أبعد ما تكون عن التوقع. وأكبر تلك التداعيات هو خروج الراية الصفر من مكان ما في المغرب. لكن يبقى السؤال الأول، ما هي الراية الصفر؟ هل هي راية خير أم راية شر؟ لدى استعراض كتب الحديث وما جاء فيها عن الراية الصفر ورأي العلماء فيها، نجد أن أكثر الفرق أو المحدثين الذين جاءوا على ذكر الراية الصفر هم ثلاث فرق أو اتجاهات. الفريق الأول هم الشيعة، والفريق الثاني هو نعيم بن حماد، وهو من علماء أهل السنة في المشرق والمحدث الأكثر بلا منازع الذي أتى على ذكر الراية الصفر في مصنفاته. والفريق الثالث هو الإمام القرطبي، وهو من علماء أهل السنة المالكية في المغرب والأندلس. فكيف عرض كل فريق الراية الصفر في مصنفاته وكتبه؟ هل هي خير أم شر؟ الفريق الأول الشيعي، المرويات الشيعية فيها الكثير من ذكر الراية الصفر القادمة من المغرب، ويرون فيها أنها راية شر، ويأخذون منها موقفا عدوانيا
وهذا هو رأي معظم المرجعيات الشيعية، وأنه عندما تختلف الرايات السود وتتقاتل فيما بينها سيحدث زلزال أو رجفة بالشام يموت فيها أكثر من 100,000، يجعلها الله رحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين. وبعد ذلك تخرج الرايات الصفر من المغرب وتجتاح مصر حتى تصل إلى الشام، وسيحدث عند ذلك الجزع الأكبر والموت الأحمر، كناية عن حالة الرعب الشديد التي ستسود الشام في ذلك الوقت، والإسراف في سفك الدماء. وبعد ذلك يحدث خصف ببلدة حسرتا في غوطة دمشق. عند ذلك يخرج السفياني من الوادي اليابس في جنوب بلاد الشام، ويحكم السفياني قرابة السنة، وينتصر على جميع خصومه من فلول الرايات السود والصفر، وبعدها يخرج المهدي. وجاء كذلك في المرويات الشيعية الإشارة إلى القوة العسكرية الكبيرة للرايات الصفر، وكذلك القوة الإعلامية والصخب الدعائي المصاحب لها، وكذلك إلى الإسراف في سفك الدماء بعد سيطرتهم المؤقتة على البلاد، حتى يخرج السفياني وينتصر عليهم ويطرد من تبقى منهم إلى مصر التي تكون في ذلك الوقت في حالة خراب. ومن الواضح من المرويات الشيعية أن الراية الصفر هي راية شر ستنتصر في البداية وتجتاح كل دول شمال إفريقيا حتى تصل إلى الشام وتقتتل مع الراية السود، ثم ستهزم في الشام على يد رايات أكثر شرا منها وهي رايات السفياني. أي أن كل ما نستشفه من المرويات الشيعية أن الله سيضرب الظالمين بالظالمين حتى يظهر المهدي. الفريق الثاني نعيم بن حماد. نعيم بن حماد هو من علماء أهل السنة في المشرق، وهو من الرعيل الأول للمحدثين العرب من الحفاظ الثقات. عاش فترة طويلة من عمره في الحجاز يطلب الحديث، ثم ذهب إلى مصر فالعراق، وهناك امتحن في فتنة خلق القرآن التي أثارها علماء الكلام وخصومه، وتمت محاربته لأنه رفض التورط بالفتنة، شأنه شأن الإمام ابن حنبل، وقضى سنواته الأخيرة في السجن صابرا محتسبا، ومات في السجن دون أن يصلى عليه أو يكفن. نعيم بن حماد هو شيخ الإمام البخاري، وهو عربي وليس من علماء الحديث المستعربين كالبخاري ومسلم وغيرهم، لكن رغم كل ذلك فإن الكثير من علماء الحديث من الذين جاءوا بعده يرون أن الكثير من الأحاديث التي تفرد برواياتها هي من الأحاديث الضعيفة، لأنه أتى بأحاديث في الفتن لم يذكرها غيره، أو ربما لم يجرؤ غيره على ذكرها. الإمام الذهبي الذي جاء بعده بعدة قرون، وهو من أكثر الخصوم الذين يعارضون النقل عنه، يقول فيه: نعيم من كبار أوعية العلم، لكنه لا تركن النفس إلى رواياته. إذن هناك موقف نفسي منه رغم أنه من كبار أوعية العلم، والسبب كما يقول الذهبي أنه تفرد بأحاديث خاصة بالفتن لم يأتي بها غيره، ومنها تلك المتعلقة بالرايات الصفر. الأحاديث التي أوردها نعيم عن الرايات الصفر معظمها يدور حول البلاء العظيم المصاحب لتلك الرايات، ولا تطلب الأحاديث منا أخذ موقف إيجابي من الرايات الصفر عند خروجها، لا بالتأييد والولاء ولا بالمواجهة والعداء، وإنما تحث على الهروب وعدم المواجهة، وبطن الأرض خير لكم من ظهرها. إذا دخلت الراية الصفر مصر فاجتمعوا في القنطرة، انتظروا حتى يستجيش أهل المشرق وأهل المغرب ويقتتلون بها سبعا، يكون بينهم من الدماء مثل ما كان في جميع الفتن، ثم تكون الدبرة على أهل المشرق حتى ينزلونهم الرملة. إذا أقبلت الراية السود من المشرق والراية الصفر من المغرب حتى يلتقوا في سرة الشام يعني دمشق، فهنالك البلاء، هنالك البلاء. إذا التقت الراية السود والراية الصفر في سرة الشام فبطن الأرض خير من ظهرها. إذا التقى أصحاب الراية السود وأهل الراية الصفر كانت الدبرة على أهل المشرق فيهزمون حتى يأتوا فلسطين. إذا اصطكت الراية الصفر والسود في سرة الشام فالويل لساكنها من الجيش المهزوم، ثم الويل لها من الجيش الهازم، ويل لهم من المشوه الملعون. والمشوه الملعون يقصد به السفياني. الفريق الثالث القرطبي. روايات علماء الأندلس والمغرب عن الرايات الصفر
توحي أنها راية خير ونصر، جاء في كتاب التذكرة للإمام القرطبي تحت عنوان المهدي ومن أين يخرج، وعلامة خروجه وأنه يبايع مرتين ويقاتل السفياني ويقتله. روي من حديث ابن مسعود وغيره من الصحابة أنه يخرج المهدي في آخر الزمان من المغرب الأقصى، يمشي النصر بين يديه 40 ميلا، راياته بيض وصفر، فيها رقوم فيها اسم الله الأعظم مكتوب، فلا تهزم له راية، وقيام هذه الرايات وانبعاثها من ساحل البحر بموضع يقال له ماسنة من قبل المغرب، فيعقد هذه الرايات مع قوم قد أخذ الله لهم ميثاق النصر والظفر، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ويتابع الحديث حتى يقول فيأتي الناس من كل جانب ومكان فيبايعونه يومئذ بمكة، وهو بين الركن والمقام، وهو كاره لهذه المبايعة الثانية بعد البيعة الأولى التي بايعه الناس بالمغرب. ثم إن المهدي يقول أيها الناس اخرجوا إلى قتال عدو الله وعدوكم، فيجيبونه ولا يعصون له أمرا، فيخرج المهدي ومن معه من المسلمين من مكة إلى الشام لمحاربة عروة بن محمد السفياني وكل من معه من كلب، ثم يتبدد جيشه، ثم يوجد عروة السفياني على أعلى شجرة وعلى بحيرة طبرية، والخائب من خاب يومئذ من قتال كلب ولو بكلمة أو بتكبيرة أو بصيحة. هذا الحديث حسب التصنيف الأكاديمي للسند هو من الأحاديث الضعيفة، لكن ما يفهم من كلام القرطبي أن للإمام المهدي بيعتين، الأولى بالمغرب قبل خروج السفياني، وسيبايع هناك على أنه مجرد أمير وليس الخليفة الموعود، والبيعة الثانية ستكون بمكة على أنه المهدي المنتظر. وما يتعلق بالبيعة الثانية للمهدي مكرها في مكة فلا خلاف عليه، لأنه متفق مع ما أجمعت عليه الأمة، لكن الجديد هو البيعة الأولى وخروجه من مدينة ماسنة تحديدا والمطلة على المحيط الأطلسي في المغرب الأقصى. وتفرد القرطبي كذلك في كتاب التذكرة بإخراج حديث آخر نسبه إلى معاوية، والحديث بدون سند عن مكان خروج المهدي. ستفتح بعدي جزيرة تسمى بالأندلس، فتغلب عليهم أهل الكفر فيأخذون من أموالهم وأكثر بلدهم، ويسبون نساءهم وأولادهم، ويهتكون الأستار، ويخربون الديار، ويرجع أكثر البلاد فيافيا وقفار، وتنجلي أكثر الناس عن ديارهم وأموالهم، فيأخذون أكثر الجزيرة ولا يبقى إلا أقلها، ويكون في المغرب الهرج والخوف، ويستولي عليهم الجوع والغلاء، وتكثر الفتنة، ويأكل الناس بعضهم بعضا. فعند ذلك يخرج رجل من المغرب الأقصى من أهل فاطمة بنت رسول الله، وهو المهدي القائم في آخر الزمان، وهو أول أشراط الساعة. قال الإمام القرطبي في تعليقه على هذا الحديث كل ما وقع في حديث معاوية فقد شاهدناه بتلك البلاد وعاينا معظمه إلا خروج المهدي. البعض حاول تأويل الراية الصفر بأنها راية الروم أو بنو الأصفر القادمة من الغرب، وهذا الرأي لا يستقيم، لأن الأحاديث توحي أن الراية الصفر هم من المسلمين، بل إنها ستقاتل الروم وجيوش الغرب في الإسكندرية وتطردهم من مصر. والبعض يقول أن الراية الصفر خرجت وانتهت، وكانت خرجتها مع الدعوات الشيعية الإسماعيلية التي كان أول ظهورها في المغرب، واجتاحت شمال إفريقيا كلها، وأقامت الخلافة الفاطمية في القاهرة. لكن هذا الرأي لا يستقيم أيضا، لأن رايات الفاطميين كانت خضراء وبيضاء، ولم يذكر التاريخ أنهم اصطدموا مع الراية السود في دمشق. والأحاديث التي تتحدث عن الراية الصفر توحي بوضوح أنها رايات ستخرج في آخر الزمان، وستأتي الشام تقاتل الرايات السود قبل أن ينتصر عليها السفياني. والبعض قال أنها رايات حزب الله الشيعي، وهذا الرأي لا يستقيم، لأن تواجد حزب الله هو في الشام أصلا وليس خارجها، وسير حركة الراية الصفر يظهر أنها ستأتي من المغرب إلى مصر قبل أن تنزل بالشام. لذلك التفسير المنطقي هو أخذ هذه الرواية بمعناها الحرفي وعدم المجازفة بالتأويل المجازي، أي أنها رايات إسلامية ولم تخرج بعد،
وسيكون أول خروجها من المغرب الكبير الذي يشكل البربر نسبة كبيرة من سكانه. لكن نعود ونسأل مرة أخرى، هل هي رايات خير أم رايات شر؟ في هذه المرحلة وحتى تنقشع فتنة الدهيماء نهائيا، ويتشكل الفسطاطين بشكل واضح، فسطاط الإيمان الذي لا نفاق فيه وفسطاط الكفر الذي لا إيمان فيه. فجميع الرايات بلا استثناء من كل الألوان فيها الخير وفيها الشر ولو بنسب متفاوتة، والراية الصفر كذلك، هي ليست شرا بالمطلق وليست خيرا صرفا. ولكي نفهم لماذا ستخرج الراية الصفر وما دورها في بيعة المهدي، علينا أولا أن نرتب الأحداث. المهدي سيظهر بعد هلكة العرب وليس قبلها، وستحدث الهلكة في سياق فتنة الدهيماء العامة الطويلة التي تستنظف العرب. قطار الفتنة سيجوب كل أراضي الأمة، ولا تدع بيتا من العرب والعجم إلا وتملأه ذلا وخوفا، ولا تترك أحدا من الناس إلا وتلطمه لطمة. لكن للفتنة ثلاث محطات كبرى رئيسية، شامية وشرقية وغربية. جاء عن نعيم بن حماد في الفتن عن كعب الأحبار: تكون بعد الفتنة الشامية الفتنة الشرقية، هلاك الملوك وذل العرب حتى يخرج أهل المغرب. تكون فتن ثلاث كأمسكم الذاهب: فتنة تكون بالشام، ثم الشرقية هلاك الملوك، ثم تتبعها الغربية. وذكر الرايات الصفر ثم قال: والغربية هي العمياء. والفتن الثلاث هنا هي جزء من فتنة الدهيماء العامة وليست فتنا مستقلة، أي أن الفتن الدهيمائية الجزئية الثلاث تحدث ضمن نفس المرحلة الزمنية التي تحدث فيها الدهيماء العامة، وتنطبق عليهم جميعا خصائص فتنة الدهيماء العامة الداهية المظلمة التي تدهم دهما ووقودها عامة الناس أو دهماء الشعوب. ونحن الآن في خضم المحطة الأولى الكبرى للدهيماء، وهي الفتنة الشامية الطويلة التي كلما قيل انقضت تمادت. أما المحطة الشرقية للدهيماء فقد اندلعت شرارتها الأولى. أما المحطة الغربية العمياء في مصر والمغرب والتي سيكثر فيها الهرج فلم تشتعل بعد، وهي الآن جمر تحت الرماد وبدأت إرهاصاتها بالظهور. المحطة الشامية لفتنة الدهيماء هي نفسها الفتنة الشامية الحالية التي أشعلها أطفال درعا، والتي أولها كلعب الصبيان. تكون فتنة بالشام كأن أولها لعب الصبيان، كلما سكنت من جانب طمت من جانب، ثم لا يستقيم أمر الناس على شيء ولا تكون لهم جماعة حتى ينادي مناد من السماء: عليكم بفلان. أما الفتنة الشرقية التي فيها ذل العرب وهلاك الملوك فهي نفسها الفتنة الحالقة السنية الشيعية التي سيهلك فيها صريح العرب وصالح الموالي أي الفرس، والتي سيكون دخنها من الذي يدعو لآل محمد وهو أبعد الناس عنهم. عن حذيفة رضي الله عنه: يخرج رجل من أهل المشرق يدعو إلى آل محمد وهو أبعد الناس منهم، ينصب علامات سود أولها نصر وآخرها كفر، تتبعه خشارة العرب وسفلة الموالي والعبيد الأباق ومراق الآفاق، سيماهم السواد ودينهم الشرك وأكثرهم الجدع. قلت: وما الجدع؟ قال: القلف. ثم قال حذيفة لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ولست مدركه يا أبا عبد الرحمن. فقال عبد الله بن عمر: ولكن أحدث به من يأتي بعدي. فقال حذيفة: فتنة تدعى الحالقة تحلق الدين، يهلك فيها صريح العرب وصالح الموالي وأصحاب الكنوز والفقهاء، وتنجلي عن أقل من القليل. وهذه الفتنة ستنجلي عن أقل من القليل وتنتهي بحرب عربية فارسية أو سنية شيعية، وستنتهي وقد هلك الفرس والعرب على إثر بعضهم البعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله كسرى ثلاثا، ثم قال: إن أول الناس فناء أو هلاكا فارس، ثم العرب من ورائها، ثم أشار بيده قبل الشام: إلا بقية هاهنا. وهذه الفتنة سيكون في بعض مراحلها هلاك الملوك وما يعقبه من فراغ بالسلطة واقتتال بين أبناء الخلفاء على الحكم، وسيعقبه ذل العرب في الجزيرة العربية
مع اجتياح الرايات السوداء القادمة من إيران، فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتتل عند كنزكم ثلاثة، كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي. فماذا عن الفتنة الغربية؟ الفتنة الغربية هي الفتنة العمياء التي سيحدث في سياقها سنوات الهرج في شمال إفريقيا، فيقتل الرجل ابن عمه وذا قرابته لأسباب مجنونة. عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة لهرجا. قال: قلت يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل. وفي رواية أخرى: القتل والكذب. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله: لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. وخلال سنوات الهرج في المغرب ستتشكل الرايات الصفر في المغرب الأقصى، ثم ستجتاح مصر والشام وجزيرة العرب التي سبق وأتت إليها الرايات السود قبل ذلك. وسيكون موعد خروج الرايات الصفر هو عندما تختلف الرايات السود فيما بينها، وستسفك في هذه السنوات الصعبة الكثير من الدماء. جاء في الفتن لنعيم بن حماد: إذا اختلفت الرايات السود فيما بينهم أتاهم الرايات الصفر، فيجتمعون في قنطرة أهل مصر، فيقتتل أهل المشرق وأهل المغرب سبعا، ثم تكون الدبرة على أهل المشرق حتى ينزل الرملة. كل هذا سيحدث قبل ظهور المهدي الذي لن يظهر إلا كما يقول الإمام علي: لا يخرج المهدي حتى يقتل ثلث ويموت ثلث ويبقى ثلث. لكن ما هو هذا الحدث الذي سيولد كل ما سبق من أحداث؟ ما هو الحدث الأولي الذي سيكون بمثابة رفيف الأجنحة في نظرية تأثير الفراشة، والتي سترفرف في دمشق فتولد أعاصرا وهرجا في المغرب وفتنة حالقة في المشرق؟ الحدث سيكون في دمشق، لأن الشام هي مربط النظام العالمي عبر العصور، والحدث هو رايات سود ستسيل على دمشق من الجزيرة السورية. يخرج من الجزيرة الرايات السود يسيلون عليكم سيلا حتى يدخلوا دمشق لثلاث ساعات من النهار، وترفع عن أهلها الرحمة، ثم تعاودها الرحمة، ويرفع عنهم السيف، ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى المغرب. تقبل الرايات السود من المشرق، يقودهم كالبخت المجللة أصحاب شعور، أنسابهم القرى وأسماؤهم الكنى، يفتتحون مدينة دمشق، ترفع عنهم الرحمة ثلاث ساعات. للحديث بقية. أحباب محمد، فضلا لا تنسوا دعمنا بالانتساب للقناة ومشاركة الفيديو وترك إعجاب وتعليق، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم.